اسمي اليعقوب، ولكن صرنا نكبر بالحياة وتكبر معنا الخطية. أنا قاعد ما في حدا على الطريق، بقول الصوت، بقلي صوت اطلع منيح قدامك شو فيه، شوف شو فيه، طلع منيح. قال لي آخر مرة بك تشوفهم هولي، غمض عينيك إذا عميت شو بصير فيك. تاني يوم تلفنولي من الحزب، ما في عنا حرب بلبنان قوية أو حرب بين الإسلام والمسيحية، إنه بدك تجي تطلع على الجبل لفوق عصنين، وهونيك اسمه زعرور المنطقة، وهونيك بدك تحرس الحرس 24 ساعة والقصف نازل. شو بدي أعمل؟ وانطفوا عيوني اثنين وسوا دغري، ما بس اجوا الشظايا دغري انطفوا عيوني. أنا بحب العلم كتير وراح علمي، أنا بعلم مهندس، بعلم مهندس. طيب أنا ما بقى بدي أعيش، بدي أنتحر خلص. ما في بقى عندي عمليات، ما في بقى عندي شيء، وبدي أطلع خلص من المستشفى. طلعت رحت على البيت، بس شو متضايق على الاخر، ايدي انه ايدي بحركهم، اجي بحركهم كل شيء، بس ما بقى شو بعيني. ورحت الحكيم ركبوا لي سنين ادماني، ما عندي سنين، اشتريت 4 سنين كسروا، ركبوا لي سنين، زرعوا لي سنين. انا متضايق بالبيت كثير. ايه وانا كنت بالمستشفى وقتها، اجوا حد قلتي انا مفكر انه الاعمى اذا انصاب، اذا وحصل اعمى ما في مارس العميان، ما في شيء، بيقعد بالبيت كل حياته وخلص. انا مش عارف في مارس العميان بتعلم كمل علم الواحد. انا المستشفى هونيك، اجى على المستشفى واحد بنته عمية وابنه اعمى خلقه، وبهني هو كبار بيعلموا اني ارمن، بيعلموا بمارس الارمن ببرج حمود، هي البنت بتعلم هونيك. اجى رفيقي قال لي هاي في عندي عمي هون. قلت له عمي؟ قال لي معها ساعة بإيدها. معها ساعة؟ قال ايه. قلت له قد الساعة ماريجان؟ قلت لي ساعة كذا. كيف عمل؟ انا ما بعرف انه بيفتحوا الازازة بإصبعه وبتشوف بإصبع قديش الساعة. قلت لي قليل. قلت لي نحن العميان عنا ساعات ومنتعم نتعلم بالمدرسة، أنا معلمة مدرسة للبرج حمود، وتطلع تتعلم برايل إنجليزي وعربي، وتكمل بتفيد تكمل بالجامعة تتخصص وتروح بدك تعمل بدك إيه. انبسطت كثير على قلت لي انه في مدرسه، وطلعت على البيت، دلوني في مدرسه بعبده، ورحت لفوق لعندهم وقالوا لي تسجلت فوق، وقالوا لي تبلش بالمدرسه. حطونا باوضه 13 اعمى، وفيها من كل الطوائف، سني درزي شيعي ارثوذكس كاثوليك ماروني، من كل الطوائف، مسيحيه واسلام. قعدت بعد شوي تعرفت عليهم كلهم الشباب، نزع ملعب سيد اشبع شو نجمع نقعد مع بعضنا، صرنا نخبروا النكت مش منيحه، ينبسطوا يضحكوا مبسوطين. بعد شوي صار امشي وغني اغاني مش منيحه، وهن عم غني وراي زيت الاغاني تقريبا هيك يساعدوني، قال هن غنوا الاغاني وراي يردوا وراي مبسوطين، وزقفوا لي 3 أشهر أنا هيك. صار كلهم بالمدرسة معلمات، صار يحطوا علي مراقبة إنه ما في، نحن بالمدرسة عنا بنات وشباب، حتى ما إنه هني كمان شباب، إنه حتى ما نمد إيدنا على البنات يعني. صرت إنه صاحب بنات يعني، صار يحطوا علينا مراقبة حتى ما يصير معنا هالأشياء يعني، المعلمات يحطوا علينا مراقبة.
آخر شيء بعد 3 شهور بعد ما عرفوني إلي يعقوب شو هو وأزعر وكل الجهاد، إجا على المدرسة واحد بخبر عن يسوع، وهن العمين بيعرفوا أنا ما بعرفوا، تاني بيجي وكل فترة بيجي على المدرسة ببشر عن يسوع. صار أقول له نزل نزل على الملعب لتحت، وفي واحد تحت بخبرك عن يسوع إنه بتحت نزل بركب بتصير مؤمن وهيك. صار يضحكوا علي، هن يضحكوا يتمسخروا علي، أنت بتصير مؤمن؟ شو قالوا أنت بتصير مؤمن؟ كل العالم بتصير من عندك أنت. أنا سمعت هيك، بس أنا كان وقت كنت بالوطات مستشفى كنت في شيء بقلبي عم فتش عليه ما كنت لقيه، ما كنت لقيه عم فتش عليه ما كنت لقيه عم فتش شيء بقلبي عم فتش عليه. حملت حالي رحت عن قبل ما اطلع على المدرسة، رحت عن خوري بالمنطقة عنا، وقلت له عاوزك. قال لي شو بك؟ قلت له انا تعبان يأسين مش مبسوط بحياتي انا كذا. قال لي شو ليش انت؟ هو بيعرفني. قال لي انت ليش عم تعمل هيك؟ قال لي انت منصاب من اجل لبنان، من اجل المسيحيه، ان طلع على السما بتيبك، ليش خايف؟ ليش بتضايق؟ ليش انت قديس؟ قلت له انا بسب بكذب بزني، انا كيف بتقول لي قديس؟ قال لي ايه، ما انت ان راح عينيك ونظرك من اجل لبنان ان طلع على السما بتيبك. انا ما انبسطت منه فعلا، تركته في الليت عم بحكيني شيء ما انا عم فتش على شيء ما بعرف، مش مزبوط عم بحكيني خبرياته، وانا ما بعرف انه مش سمع بحياتي في شيء اسمه مؤمنين، مؤمنين حقيقيين مش سمع فيه انا هيدي بورن اجين يعني. قمت انا رحت على البيت، انا ما بقى بدي يصير بقى بدي فتش على سيدي غير الدين. فتحت الهدا سمعت عم بيحكوا غير الدين عم بسمعوا كذا، ما بدي طلعت على المدرسة. وقت طلعت على المدرسة لفوق سجلت وخليت فوق، ودلوني وقت خبرتكم دلوني على الشاب انه إذا تعرف عليه بركي رب غيرك. قلت له عنده، قلت له مرحبا. قال اهلين. قلت له مين حضرتك؟ قال لي فلان فلاني. قلت له انا، قلت له اسمي، قلت له بدي احكيك انت مين حضرتك؟ انت شو؟ ارثوذكس؟ قال لي لا. كاثوليك؟ لا. بروتستانت؟ لا. شو الدعوة؟ لا. قلت له مين انت؟ قال لي انا مسيحي حقيقي. قلت له كيف مسيحي حقيقي؟ قلت له واحد عمري ولا مره بسمع فيها هيك واحد بقول مسيحي حقيقي. قال لي انا كنت انسان خاطئ شرير، يسوع فتح حياتي غيرني، قريت الانجيل وانا عايش ليسوع، تكت الخطيئه تكت كل شيء. وقال لي ودعي في انطاكيا مسيحيين اولا، يعني بانطاكيا دعي مسيحيين ما كان عنده طوائف، يا مسيحي حقيقي او مش مسيحي. وقال لي اذا انت بدك تعيش حياه القداسين نعيش مثل العذر القداسين، نعيش مثلهم كيف عيشوا حياتهم، وما كان في طوائف عندهم. وكل واحد بده يكون مسيحي بنكون تابع عن خطيته، ما بسب ما بكذب ما بيزني، وبعيش حياه القداسه مثل القداسين. وانا كنت متعجب كثير كيف بدنا نعيش هيك، انه كيف بدي اعيش هيك، كيف بدي اعمل هيك. وانا قال لي يسوع بخلص، بتسلم قلبك ليسوع، خليفة يسوع يفوت يسوع على قلبك، بغسل قلبك، بيطهرك، بغير لك. لما بيطهر لك قلبك بصير لسانك ما فيك تسب، ما فيك تكذب، ما فيك تزني، ما فيك تعمل شيء، بصير انسان جديد، بيولد يسوع بقلبك، بصير في فرح بقلبك وسلام، بصير في عندك بصير انه حياتك مسيحيه حقيقيه بتصير. قلت له انا؟ قال لي ايه. قلت له كيف؟ مش معقول، انا بركي غلطت غلطه بركي. قال لي يا خيي يسوع بخلص الانسان، بخلصه تمام، بغيره تمام، مش اللي خلق الكون والسماء والارض مش قادر غيرك، اذا انت بدك بغيرك. قلت له اوكي. اخر شيء حتى صدق، حتى اعطاني شيء بالانجيل، قال لي كان في على الصليب للصين
ما كانوا اثنين عم يجدفوا على المسيح، بعد شوي واحد منهم يسوع لمس له قلبه، قال له اذكرني يا رب متى اتيت في ملكوتك السماوي. شو قال له المسيح؟ قال له اليوم تكون مع فردوس. اول شخص طلع على السماء مع يسوع هو اللص، اللي كان عند اجران يسوع تحت، كان في العذراء ومار بطرس ومار يوحنا، سبقهم على السماء. مين هو اللص؟ ما قال له انزل عن الصليب مش يحافي، ما قال له انزل عن الصليب تعمد، ما قال له انزل عن الصليب تناول. قال له اليوم تكون مع فردوس. يعني المسيح ايمانه بيسوع خلصه وطلعه على السماء. وتاني لص ما امن بيسوع، وين راح؟ راح على جهنم. يعني المسيح على الصليب قسم الارض قسمين، اللي بيؤمنوا فيه بيطلعوا على السماء، ولا ما بيؤمنوا فيه بيروحوا على جهنم. مشان هيك قلت له انا لكن ربي خلصني مش ك... قال اذا اللص خلص هو بيخلصك؟ قال انت بتلص؟ قلت له قال شوي. قال لي لكن شو بيخلصك؟ شو بيعمل؟ قال لي اعترف بخطاياك، كل خطاياك عد صلي له ليسوع، ليسوع انا خاطي، وخبره كل خطاياك ليسوع الكبير والصغير، خطايا الكبير وخطايا صغيره. ويسوع قال له يسوع فتح قلبي غسلني وطهرني ودي عيش لك يا رب ودي انا اكون لك. يسوع روح قدس بفتح قلبك بغيرك، بصير ما فيك تسب، ما فيك تكذب، كل شيء كل شيء كل شيء، بصير انسان جديد، بصير قديس، بصير فوت بصير حياتك غير شكل عن قبل، وبصير في كل الخطايا الماضيه ما فيك تعملها. هيك؟ قلت له ايه. كدر كدر كدر. قلت له بدك شيء؟ قال لي لا. ركعت على الدرج طلعت اطلب الرب، صرت بنعشيه بالليل. قلت له انا طالع على الدرج صوت بقلي وقف، وقفت. قال لي ليك انا وقت انصبت كان الشارع اللي فيه انا كله معامل، انا كنت احرس المعمل هيدا، وايام الحرب تعرف ناس كتير بصير في سرقات، بالشارع كله ما صار في سرقات، كل الشارع كانوا يحبوني. ليه؟ انا عم احرس الشارع كله كاني، وانا بس الشركه عم يشتغل فيها تقبضني مصاري، بس هودي ما كانوا يقبضوا مصاري، بس كانوا يحبوني لانه كنت عم بحرس الشارع كله، كان كله انه ما في سرقات. ايه ده؟ كان على طول يقفوا السيارات، مرحبا كيفك؟ منيح؟ سلم علي، بس انصبت ما حدا قال لي مرحبا، ما حدا طلع فيني، ما حدا قال لي وينك؟ إيه انا طلع على الدرج قال لي صوت بقول لي وقف. قال لي اذا بتسلم حياتك للمسيح بدي يدهرك للعالم. يسوع امامك بس. اذا بدك تعيش للعالم بدي يدهرك ليسوع. قلت انا اختبرت العالم، كل العالم مصلحجية، كل واحد بحبك بحبني عن غاية عن مصلحة، ما بحبوني رفقاتي اهلي اقربائي كل الناس، كل العالم بحبك عن مصلحة. يسوع ما حبني عن مصلحة، حبني ومات على الصليب عني، ما مات عن مصلحة. انا بدي اعيش ليسوع، بدي دير ظهر للعالم. انا اذا بدي اكون للعالم ظهر ليسوع، لا انا اذا بدي اعيش ليسوع بدي اكون ظهر للعالم، ما بدي شيء بالعالم. اختبرت العالم مصلحجيه كلهم، كل واحد بحب نفسه بحب حاله، انا بدي اعيش ليسوع. انا ما بدي اعيش مع يسوع، يسوع حبني بلا مصلحه وحبني ومات عني وحتى يخلصني ويطلعني على السماء اللي عنده. انا بدي اعيش ليسوع، ما بدي بدي يسوع بس يكون قدامي وقلبي بحياتي. ويطلع على اوضتي اطلب الرب. طلع اوضتي 11 13 واحد بنام بالغرفه، كيف بدي اطلب الرب؟ ساعة 10 احنا بالمدرسة، ساعة 10 بننام. طفوا الضوء ساعة 10، انا قعدت بتختي ناطي تا يناموا تا اطلب الرب. بس ناموا طفوا الضوء كلهم، ما في حرطقة، ما في حكي، ما في شيء. قعدت بتختي وبلشت ابكي. ليه؟ انا صار لي زمان مش باكي، اول مرة ببكي. بعدين انا واصلي معها على الاخر. ليه؟ متضايقه كثير. انا راح نظري عتمه عتمه عتمه، مش انه بس عتمه العينين، عتمه القلب، متضايق على الاخر وكاني تقل على ظهري حمش 1000 كيلو على ظهري، متضايق على الاخر كمان وعتمه وحمل على ظهري 1000 كيلو واصلي معها على الاخر. بس قعدت بالتخت وعم ببكي متضايق على الاخر واصلي معي. قلت يسوع انا خاطئ، انا شرير، انا بسب، انا بكذب، انا بزني، انا كذا. بلشت خبره. صدقوني صار يفرجيني الرب في الفيديو قديم خطاياي كلها سوا، الصغيره والكبيره، الكبرياء، العنجهيه،
شو التفنيس كنت فنس كثير والخطايا الكبيره هيديك الزنا الكذب العهاره الكلم الزعراني الاشياء. انا عم صلي يوسف اذا انت سمعت صلاتي يا رب هلا اكيد خلاص نفسي هلا وانا لك حياتي يا رب. أنا صليت هيك عم أقول له أنا أكد لي خلاص نفسي فرجيني رب من السماء نور من السماء جي على قلبي وفرح غيرت قلبي صار من حزن إلى فرح. أنا شو انبسطت إنه شو فرح بقلبي وسلام والتقل راح عن ظهري العتمي راحت من النور صار جاي من السماء على قلبي من فوق على وجهي على قلبي. يا شو هيدا فرح بقلبي شو صار فيني انا يا عم شو صار فيني هلا هلا كنت زعلان يأسان شو مبسوط تخيلت اخر شيء شو فكرت حالي انا بالمنام. قلت انا مش معقول انا شو شيء فرح بقلبي ولا مره شايف هالفرح وهالفرح والنور بقلبي. وقفت طلعت من تختي وقفت على الارض طبش باجري عم هذا ارض مزبوط بقوم بوقف هيك اقول له العميان قوموا انا صار فات يسوع قلبي وحياتي ورب خلصني وفات انا بدي سب وكذب باذني خلص لي انا لي يسوع بس نايمين. قال لي صوت قال لي بكره بالصبح بتحكيهم. قعدت بتختي نمت بدي بس شو الفرح لا. مش كاني انا صراحه نايم بتخت فكر حالي بالهوا مش مصدق سدستي ستختي عمي تخت مزبوط يا عمي مش نايم بالهوا انا قد ما الفرح طيرني بالهواء. ونشكر الله نمت لأول مرة بحياتي بنام بفرح وسلام وبرياحة ونمت. قمت الصبح وعيد دغري قلت له شباب قفوا نحن بنغسل وجهنا بننزل على الصف وقفوا كلكم وقفوا شو بك يا ألي عندك شي نكتة بتخبرني اياها شي زعرة عندك شي غنية جديدة عندك شي كذا عندك فيضحكوا علي كلهم. قلت لهم لحظة شوي أنا يفت في يسوع قلبي غسلني وطهرني أنا صرت إنسان جديد وأنا بدي كل المسبات النكت الزعرني كل شي خبرتكم إياه مش حلو كبوه بزبالة أنا صرت إنسان جديد يسوع فت على قلبي غسلني وطهرني صرت إنسان جديد أنا ما بحب أسمع هالكلمات ولا حدا يحكيها ولا كبوه بزبالة كلها سوا. انا قلت لهم العميين هيك بلشوا يضحكوا علي ها ها شو بك شو بكم انت بصير مؤمن ها ضحكوا علي كلهم. قلت لهم اللي خلق السماء والارض اللي خلق الانسان مش قادر غير الانسان اذا بده انا طلبت من ربي يخلصني وغيرني وهو خلقني هو قادر يغيرني انا وفيت يسوع حياتي وغيرني وخلصني وانتوا بكره بتشوفوا حياتي تتصدقوا. في واحد قال لي شو قبضوك؟ انا حدا مش معقول هذا الشخص قبضك المصاري. واحد ثاني قال لي كتبوا لك شو كتيبه وحدا كتب لك كتيبه غيروه مش معقول انت. قلت له يا عمي الرب خلصني يسوع خلقنا خلق الكون اسلام ومسيحيه يضحكوا علي ويصدقوا. قال بنشوف بعدين نشوف شي ساعة ساعتين حسب القبضة بترجع قد ما قبضك شي يوم يومين ساعة ساعتين بترجع. قلت له الرب قبضني السما وهيدي ما بتتمن وبكره تشوفوا بكره عجيب الرب اللي عمله بحياتي ما تصدقوا. اوكي رحت يوم اثنين جمعة جمعتين ولا مسبي ولا زعرني ولا كذا. وقبل كان فوت مخي بالمدرسة عاملين حايط بالملعب عاملين عمود بالنص جاي ورشين ورش خشن
اذا اعمى فات فيه بصير ينزدم من راسه لانه خشن مش ناعم ميس بويا. قبل كان فوت بخي بالحياة كنت اطلع بالسماء له فوت بخي الحياة يجعني راسي الله ليش عملت فيني هيك. بعد ما امنت فوت بخي بالحياة وجعت كتير وانزل دم طلع بالسماء يا رب بشكرك يا رب بشكرك لانك بشكرك يا رب على كل شيء. عم ينزل دم موجوع هذا وعم بشكر الرب. قبل كنت سبه لله بس صرت مؤمن صرت اشكر الله على كل شيء. فات راسي بالحياة اشكر الله وقعد اشكر الله كل شيء اشكر الله نشكر الله غير. بعدين شهر شهرين استلم المسيحية والمعلمات قلوا حقيقة الله عمل عجيبة بإلي يعقوب غير حياته مش معقول. فاجأوا كلهم كل شيء كل شيء ما بقى بيعرفوا ما بيسمعوا كلمة ولا زعرني ولا مسبي ولا شيء. أخذني رفيقي على جنب هو مسلم قال لي يا إلي الله عمل عجيبة بحياتك وتفاجئين كل اللي عم يتفاجئين فيك. قلت له هذا عمل الرب هذا عجيبة من الرب وكل إنسان بيجي عند يسوع رب يخلصه بغير حياته بغير لسانه وقلبه كل شيء بعمل يسب ولا كذب ولا يزني. آخر شيء أنا وصلت هيك وطلبت الرب المرسي وصرت غيرت حياتي رحت على البيت عندي فرصة رحت على البيت وقتها إخواتي بالبيت تفاجأوا بيي بالبيت تفاجأ كنت عصب كتير إخواتي أنه ما عندي أم أنا وقتها أنا أكبر منهم إذا عملوا شيء غلط أنا ضربهم دغري عصب عليهم ضربهم. شافوا أنا بحكيهم على رواق بحكيهم بهدوء بيي شافني تغير كلهم تفاجأوا بالبيت. وخيي من بعد فترة أنا بعد فترة شي سنة وشاف هالفترة الطويلة إنه كيف تغيرت كيف صرت كيف رب عمل عجيب بحياتي طلب الرب خيي وطلب أختي طلبت الرب ثلاثة طلبوا الرب ورايي خيي خيين وبنت ولا في منهم خيي هلا يا حبي كندا صار راعي كنيسة صار له 15 سنة راعي كنيسة بدي أشتغل. طيب كيف بدي اشتغل انا؟ الحزب ساعدني شوي بس انا بدي اتجوز بدي اتعلم. انا كملت بالمدرسه وكمان بالمدرسه علموني اطلع على السنترال سويتش بور اشتغل لانه هون بلبنان اذا واحد ما تعلم بيتوظف بشركه بالدوله على السنترال بحول مخابرات. تعلمت كمان وتعلمت المدرسة كمان موسيقى. أنا ما بعرف دق موسيقى ولا شيء تعلمت أكورديون صرت دق أكورديون. عم يرزع في حضرك يسوعي أحلى جلسة بالحياة خلصت المدرسة جيت على البيت صار معي شغلي كمان حارس. بعد ما أمنت بشهرين صار معي حارس. ابن عمتي شاب عمره 15 سنة قلت له قطعني قلت له خدني على الطريق أنا عم بعمل ورق بروح على فرنسا أعمل قالوا لي بالمدرسة بنبعتك على فرنسا تعمل شو اسمه انا كنت اديوكيشن تبولي فرنش بدك تعمل كمبيوتر بفرنسا. رحت عم اقدم ورقي بشركه عم بيعملوا لي محل هيك اشتغل فيها الشركه في سكرتيره عم تطبع لي مكاتيب تبعتهم على فرنسا. انا رايح على الطريق وابن عمتي كمشني بايدي على الاستراد واجت سياره ضربته ابن عمتي طار اجى على الطريق اجى على الدرج ومات. انا ما بشوف عم ببرم ايدي طلعت ايدي في عمود كهرباء طلعت ايدي مش تصرخ يا عالم افو انا ما بعرف شو في ابن عمتي طار من ايدي واجى على الدرج ما بعرف شو صار فيه. اخر شيء صار اجى عرقدوا العالم انه سمحوا السياره بدها ضربته وفتت طلحت السياره رجعت لورا وهربت السياره. رقدوا العالم لقوا ايه
دمعة مشارش من راسه وهاته مش وغمي على الوعي. دغري اجوا ناس وقفوا السيارة واخذوه على المستشفى كان ميت. انا كتير اتضايقت كتير اتضايقت، قلت له يا رب ليش صار معي هيك؟ ليش صار معي هيك؟ صرت كتير قدرت شي شهر اتضايق، مرت ما اطلع على الطريق، خاف اطلع على الطريق بس اسمع صوت سيارة خاف. لكن قلت له يا رب بصير معك هالكل هالاشياء صار معي، لأنه أنا ابنك وأنت بتعرف كل شيء، كل أشياء تعمل عن الخير، وأنا حقيقة ساعدني حتى أطلع من هالمشكلة، وأنا بدي أكمل مع حياتي معك يا رب. وكملت حياتي مع الرب ورحت على البيت، خلصت المدرسة وقلت لهم بالحزب بدي اتوظف. قالوا له وين؟ قلت له بوظف في بنين بنك المركزي. قلت له اوكي. هني انه الحزب مسؤولين المنطقه المسيحيه، مسؤولين عن المنطقه، بتلفنوا عند الحاكم تبع مصرف لبنان تيقولوا له اوكي، يعني هني هن بيتموا، لانه هني هي مجلس انه هن بالسياسه بيعرفوا، نحن انا بعرف. قال اوكي. راحوا اتصلوا، راحوا على البنك محل بدي اشتغل، المدير اتصل بالحاكم قال اوكي بس ما توظفت. قال اوكي بس ناطر تيجي دوري تيخدوني. راحت سنه ونص ما توظفت. هو قال له بعد شهر بتوظف، شهرين كل موظف. دق له لهذا الشخص وين صرت؟ قال لي انا حكيت مع الحاكم ما بعرف ليش ما وظفك. راحت معي سنه ونص، اتصل على البنك قال طلبك بعد ما اجى، طلبك بعد ما اجى. في وحده كنت على طول كنت عيط علي تبهدلني، خلص روح مول الواسطه نحن ما فينا نعمل لك شيء نحن موظفين. قلت له يا عمي ما قلتوا لي انتم انه طلبك هون عندنا؟ انا عم اتصل شو وصل طلب اذا اجى اوكي او لا. قعدت عيط علي هي، روح دبر حالك شو دخلنا نحن على اخر شيء انا بقتل فلا.